شكرا داليا، صباح الخير وإلى موجز أخبار صباح البلد. تنطلق اليوم فعاليات يوم النوع الاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ. يتضمن اليوم إطلاق مبادرة تمكين المرأة الأفريقية في المجتمعات المحلية لتكون أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ. في سياق متصل، يشارك الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا اليوم في فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في أول رحلة له إلى الخارج منذ فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جابيير يولسونارو. ومن المقرر أن يجري لولا خلال زيارته إلى شرم الشيخ عددا من المحادثات مع زعماء العالم. تلتقي السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم مع كل من فوتس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية وأندرياس كاتسانيوتس نائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون المغتربين، وذلك بمقر وزارة الهجرة. يأتي هذا اللقاء ضمن الاستعداد للنسخة الخامسة في إطار المبادرة الرئاسية إحياء الجذور لتعزيز مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان. يفتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم باب الحجز لشقق الإسكان المتوسط سكن مصر، دار مصر وجنة. وأوضح الصندوق أن الحجز يتم للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز بالإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ولم يقوموا بحجز وحدة سكنية. تنظم جامعة الدول العربية اليوم لقاء رفيع المستوى تحت عنوان مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقا من الاهتمام العربي بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الكامل في المجتمع. تأتي المبادرة ضمن مبادرة الأمين العام أحمد أبو الغيط بإعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2032، لتمثل تلك المبادرة انطلاقة جديدة ومميزة لدعم حياة الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية. تنظم الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الأمريكية اليوم الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي في مدينة رام الله لبحث مجالات التعاون الاقتصادية الحالية والمستقبلية. ويعد هذا الحوار هو الرابع الذي ينظمه الطرفان منذ عام 2004 والثاني الذي يعقد في ظل الإدارة الأمريكية الحالية. يأتي الحوار المشترك في ظل التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحقيق حل الدولتين. يتوجه الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو ينس ستولتنبرغ إلى هولندا اليوم لعقد مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي فويكا هويكسترا ووزيرة الدفاع كايسا أولنجرد. ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للناتو مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الاجتماع، حيث من المتوقع أن يتناول الاجتماع أحدث التطورات على الساحة العالمية. نهاية الموجز، ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع تقرير عن سائقي التاكسي بشرم الشيخ وهم يحتفلون بكوب 27 على طريقتهم بإركب مجانا. نتابع.